تكنولوجي مع إلي وأخبار اليوم. مزبوط. سو أول برودكت اللي حكونا عم نحكي عنه اسمه فولترمان، هو عبارة عن محفظة بورتموني والت. الفكرة من خلالها رانيا أنه سمارت والت، فكيف ممكن أنه هالمحفظة تكون شوي مختلفة عن غيرها؟ كيف نعمل سمارت عوينات لما يضيعوا بقى ولو؟ شفتي دغري وصلتي، هي اهم بنفيت انه هالمحفظه ما بتضيع لانه موصوله على السمارت فون تبعك. فاول ما يبتعدوا عن بعضهم بتكون عم بتوصلك هالنوتيفيكيشن انه ناسي انت البورتموني كله وراكي. اهم من هيك بالفيديو اللي حكوا عم نحضر رح نقطع عليهم كلهم، عم بعطيكم بس هيك الهيدلاينرز تبعهم. كمان غير انه بتعطيكي نوتيفيكيشن وقت تبعدي عنها، فيها بلتن جي بي اس سيستم لهيدي الوالد. هلا اذا بنطلع من الناحية الخارجية، من ناحية الديزاين، بيجي السوبر هيرو معه كمان. السوبر هيرو هيدا بتدفعي شوي زيادة اديشنال برايس. الفكرة من وراها رانيا، أول شيء من ناحية الديزاين منا بشعة، بالعكس حلوة. هون أول إكزامبل بس عم يفرجونا كيف إنه وقت تبتعدوا عنا رح يكون هيدا الشخص دغري عم بيصير له نوتيفيكيشن، مش بس بتقول له إنه نساها فيه يلحقها، يعني فيها هالجلوبال جي بي إس سيستم. وقت نحكي جلوبال جي بي إس سيستم يعني حتى مش على طول بدأ يكون في مثل انترنت كونكشن. شغله ثانيه موجوده فيها، انتبهتي اول ما فتح المحفظه صورته، سو كمان فيها سيستم تسمح، يعني فيها بلت ان كام تسمح انه تكون عم بتصور الشخص اللي اخذ هيدي المحفظه وتبعتها للرقم يلي بيكون هيدا الشخص موصول عليه. يعني كونكتد عليه. مأزية. ما بترحم. بالإضافة لهالأمور هون عم نشوف فيها الـ RFID للناس اللي ما بيعرفوا، هي بس بتمنع إنه حيلا نتورك قريبة موجودة يلي ممكن تكون عم تسحب بعض المعلومات إنه تاخذ معلومات البطاقات اللي بيكونوا موجودين معه. بالإضافة لهول فيتشرز كمان، مش بس إذا نسي المحفظة، يعني اثنيناتهم موجودين مع بعضهم، هم بس عم نشوفها إذا يا ضيع البورتموني يا ضيع التليفون، حيلا واحدة من الاثنين بيمشوا مع بعضهم. النقطة اللي أنا كتير حبيتها هو من بعد هذا الإكزامبل اللي عم نشوفها إنه فيها بلت إن باتري. يعني تخيلي هالبورتموني هي صارت كمان هالبورتبل باتري تشارجر اللي ممكن نكون عم نحملها معنا رانيا. هون عم نشوف إنه عطيها جلوبال هوت سبوت للإنترنت، يعني ممكن كمان يكون عم يشترك مع شركات. ما فهمت، يعني هي بتصير يعني باور بانك كمان. ايه هلا هون رح نشوفها. أوكي. فيها بطاريه جواتها. وهذا هو الاكزامبل هلا. يلي اسال شيء عن جد انه وقت تنقطي البطاريه، واغلبيه الاوقات يعني بنعرف انه في عدد كثير كبير منها، وخاصه اذا بتكوني مسافره ما عم تحضري سفره، الكل بياخذ معه باور بانك يعني. فاليوم بهالحاله خلص بالمحفظه اللي بتكون موجوده معك صار اوريدي في هالبطاريه الموجوده داخلها لتقدري تكوني عم تعطيها كمان طاقه بعد اضافيه. هون عم بيفرجوكي بس كل المواقف يلي ممكن تكوني عم تصيري فيها، من عم بتصوري حدث معين، لعبه معينه، اتصال معين، مابس بالبلد وبيطفي هالسمارت فون. فكل هالاوقات يعني عن جد نحن بنكون بحاجه فيها لبطاريه. اليوم صار فيك كمان من هالوالت يلي اسمها فولتمان انه تكوني عم تستعمليها لتكوني عم تشحني بطاريه سمارت فون. لاحظتي شو سليم باي ذا واي، يعني ابدا ما ثقيله. ومش بس هيك، للسمارت فونز يلي في عندهم تكنولوجي انه تشحنيها مثل ما عم نشوف هون بمجرد ما كمان يا عمي شو عم بقرا لي، مش انه عم بخترع يعني، او انه انا ذكيه ما عملت شيء. باختصار هول هن البنفيتس المختلفين يلي فولترمان هالمحفظه الجديده عم تقدمون از سمارت والت. فانه يكون في هيك عوينات شمس ابدا مش عاطله، يعني تخيلي حتى بكره يصير فيهم بلت ان باتري، يعني الكاب كثير صغير. مش ضروري بلت ان باتري لان بيصير معنا ميجران بفتكر، بس انه على الاقل نبلش من الجي بي اس. يعني مش معقول الناس شو بيضيعوا عوينتهم على فكره. الي هون عندك عوينات، بورتموني، مفاتيح السياره. لا مزبوط، بس اجمالا مفاتيح السياره والبورتموني بترجع هيك بتعمل افور انه تذكر بتقدر تلاقيهم لانه بيكونوا يونيك. عوينات اكثر شيء. عوينات رحنا. تاني برودكت اللي عم نحكي عنه كيف ذكرنا بالانترو هو درون. هالدرون هي منا اول فيرجن نحكي عنها، هيدي مايكرو درون 3.0. باردون، اول فيرجن صاروا شي مليون. لا عن هيدا الموديل تحديدا ومن هيدي الشركه. فاليوم مايكرو درون شو بيميزها عن غيرها رانيا؟ هو حجمها قد ايه صغيره. وبتذكر كثير منيح اول ما حكينا عنها كانت على بلاتفورم يلي الناس بتتبرع لتدعم هالمشروع. بنهار واحد حصلوا على مزبوط. يمكن 100 مره اكثر من ما هن كانوا بحاجه. الاوبجيكتيف انه تكون درون الكل في يستخدمها، درون سهله. واهم من هيك كمان انه هالدرون تكون ديورابل، يعني اذا وقعت فاتت بالحيط مش انه واحد بده يكون عم يستعملها، بده يكون هالقد برو هالقد متقدم من ناحيه الاستخدام.
هيدا هي الدرون وهالدرون الجديدة 3.0 هبلكم كمان شو غيروا فيها. أهم الأمور اللي تغيرت هون رانيا إنه نحن بنقول مودولر ديفايسز، يعني صار ثلاث أرباع بتنفك وبتتركب، شو ما بديك شو الأمور الناقصة اللي بدك تغيري تستبدلي فيها صارت هالقد سهلة كأنه لعبة عن جد. إيه وحجمها كثير صغير يعني قد كف الإيد تقريبا. إذا بتلاحظي على الدواير تبعها كيف إنه كله هيك مسكر هيك وقت تضرب بالحيط ما في شيء رح يكون عم ينكسر بهذه الحاله. الكاميرا الموجوده فيها عم تعطي 720 في الريزولوشن، يعني هي تعتبر يعني عاده اتش دي اذا بدك، هالقد ريزولوشن عاليه من درون هالقد صغيره. والمسافات المسافات بطبيعه الحال يعني هون انه ما حتكوني عم تطلعي على 50 و60 متر يعني، بس كافيه لانه تقدر تكون عم تستعمليها كدرون لتصوير ايفنت معين او اكثر بيرسونال يوسج اذا بدك، يعني من انه تعملي فيها دوكيومنتير و إيه. بس انه اذا 10 او 15 متر ديجا بفتكر بيقدوا مزبوط انه تطلع فوق كراود او انه تطلع مزبوط بشي ايفنت معين يعني تصور. فيري ترو رانيا. سو هول اوريدي موجودين هالمسافه اصلا فيها تغطيها هالدرون، وهالشركه تحديدا حصلت على نجاح كثير كبير. يعني هون عم نشوف بس مختلف الشركات والويب سايتس، يعني هون عم نشوف كمان بي بي سي كيف غطوا هالدرون وهالبرودكت عملوا عنه ريفيو وحكيوا عن قد ايه كان براكتيكال هالبرودكت، لانه فيك تكوني عم تستبدلي اغلبيه الامور الموجوده فيه كمان. شو اسمه هيدا؟ مايكرو درون. مايكرو درون وهيدا الموديل 3.0. هون عم نشوف بس كيف طوروها اكثر. سو هون بلشنا نشوف الديزاين كيف تغير، ان كان على الترف لتقدر تتماشى مع الهواء بطريقه بعد انسب ليتحكموا فيها، الكاميرا كيف حسنوها وصار فيها ال HD resolution، حتى بمحل هون عم نشوف البطارية كيف ممكن نكون عم نفكها ونستبدلها بأسلوب كتير سهل وسريع بنفس الوقت يعني. ورشرجاب مثل ال أكيد أكيد أكيد. So هول كانوا products اليوم. قد ايه بتضاين بطاريتها؟ هيدي يعني بين 7 ساعات تقريبا حسب أنت قد ايه عم تستخدميها. كتير منيح. Depending ما فيها شيء إنا مثل ما بيقولوا. ما كتير صغيرة. Thank you لك. Anytime رانيا. بريك صغير ومنتابع مع أوروسكوب، خليكم معنا.